ليس مشهدا هوليوديا بل جريمة ضد الإنسانية ترتكبها طائرات النظام وروسيا. تلخص هذه المشاهد القصة كاملة عما يجري في الأحياء المحررة بمدينة حلب. يحسب من يراها أن زلزالا حل بها أو بركانا انفجر وسالت حممه الحمراء في شوارعها، لكنه في حقيقة الأمر قصف ممنهج نزفت على إثره دماء أطفال ونساء وشيوخ على ذنب لم يرتكبوه. نحن هون مدنيين بيركين، كل واحد برزق، كل واحد عنده حريمات، شنو بدي أكل ما بيعرف، خبز ما في، حصار ليش مشان ايش، عنقودي عم بضربنا، ما بعيف لا صواريخ حراريه فينا، ما بعيف شيء اسمه الله، خلق كل شيء الله، بس هون نحن بنقول له ان شاء الله صامدين له ولحزب الله ولروسيا ولايران. ولكي يعمق النظام جراح نحو 400 ألف مدني حوصروا بعد سيطرته على طريق الكاستيلو، تعمد قصف المشافي بشكل منظم، حيث خرجت جميع مشافي المدينة عن الخدمة وبقيت حلب دون مشافي. ساهم ذلك في تحويل موتها البطيء بالحصار المطبق إلى موت سريع دون لملمة جراح أو علاج. نتيجة القصف خرجت 4 مشافي بالإضافة إلى بنك الدم المركزي الوحيد في مدينة حلب. نتيجة القصف الموجه، يعني القصف تبدأ دقائق، مشفى الزهراء تخصص الجراحة والتوريد، مشفى الزهراء، بنك الدم بنك الدم، مشفى الحكيم مشفى الحكيم، مشفى البيان مشفى البيان. في نظام والله أعلم نيجو حاليا إني بدي أبيتكم. قتل المدنيين وتدمير بيوتهم أصبح حدثا يوميا واعتياديا لم يحرك ساكنا بضمير المجتمع الدولي الذي أصم أذنيه عن صرخات الأطفال والنساء الصادرة من تحت الركام وأعمى عينيه عن الصور المؤلمة، إلا أن تلك الصور لا ترقى بقساوتها إلى بشاعة الصمت الدولي الذي يرى المحرقة التي يفتعلها النظام وحلفته روسيا بالمدنيين المحاصرين في حلب.